عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان لقاء بمشاركة الحكومة التي يمثلها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من الجهة الأخرى، ويهدف اللقاء إلى مناقشة التقرير السنوي 13 حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة للعام الماضي وأبرز الاختلالات الحقوقية من وجهة نظر المنظمات المدنية إلى التفاصيل. إصلاحات حقوقية إنسانية وتغيرات إيجابية لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة، ولقاءات عديدة كان آخرها لقاء جمع بين الجهات الحكومية والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة نتائج وتوصيات التقرير السنوي 13 حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2016. الجهات الحكومية ومن خلال منسقها الحكومي لحقوق الإنسان أشار إلى أن منظومة حقوق الإنسان لن تتحسن بجهود الحكومة فقط، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة إلى وقوف المجتمع المدني إلى جانب الحكومة. نحن على شراكة وطنية وشراكة دولية وشراكة إقليمية مع أفضل الشراكات حول ما يهم تعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان في الأردن، وهذا حقيقة بدءاً من منهجية الحكم الإرادة السياسية حينما توجه الحكومة في ضرورة متابعة إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وأيضا توجيه جلالة الملك للحكومة بمتابعة توصيات إنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان. المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد أن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات يسعى إلى تحسين منظومة حقوق الإنسان، وهو ذات الأمر الذي أشارت إليه مؤسسات المجتمع المدني والذي دعت إلى مشاركة حقيقية من كافة الجهات إلى إيجاد حلول للاختلالات في منظومة حقوق الإنسان. خلق البيئة التمكينية للعمل المجتمع المدني، المشاكل التي تعاني منها المجتمع المدني ذاته، الصعوبات التي أمام المجتمع المدني على إطار في إطار التشريعات، ولكن اليوم هذا الاجتماع مخصص بشكل أساسي لنضبط كيفية الدفع بتنفيذ الحكومة لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي مستحقة في شهر 10 من العام المقبل، وأيضا توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان التي هنالك التزام حكومي على أعلى المستوى. نستطيع أن نصل إلى واقع تحترم فيها حقوق الإنسان، يتم حماية هذه الحقوق عبر القانون، ويتم تعزيز هذه الحقوق من خلال الممارسات، وتكون في سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية تعزز هذه الحقوق، تحترم هذه الحقوق. المشاركون أشاروا إلى ضرورة وجود منظومة رقابية واضحة تتابع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.